مرحبا بكم في عائشة ريسيبيز. اليوم غادي نقدم لكم شباكية أو مخرقة. نبداو بالمقادير. عندنا طحين، زنجلان مطحون، اللوز مطحون، قرفان مطقوقة، نافع، شوية ديال المسكحورة مطقوقة مع شوية ديال السكر، خمارة، مزهر، الزيت، الزبدة مدوبة، شوية ديال الزعفران الحر، ملحة والمدافي. اهم حاجه هي دابا خصنا نغربلو جميع المكونات ديالته اللي عندنا باش ما تقطع ليناش الشباكيه. نبداو بالطحين. انا هنايا غربلت اللوز باش كنحيدو منه هادشي اللي كيكون كيقطع لينا الشباكية. جنجلان، خمارة ومسكحورة، نافع، قرفة، غادي نغربلوهم مزيان باش ما يبقاش لينا هاد التفرتيت هذا. كنديروا الزعفران في مزهر باش يطلق مزيان. كنزيدو الملح، كنخلطو كلشي باش يدخلوا في بعضياتهم. واخا كنغربلو كيبقاو لنا بحال الكويرات ديال الجنجلان النافع، خاصنا نفرتوهم باش يتخلطوا مع الطحين مزيان. غادي نغربلوه المره الثانيه. كما كتشوفوا هاد الكويرات ديال الجنجلان واللوز ملي خلطناهم بالطحين باش كنحيدوهم تماما ما يبقاوش باش ما تقطع ليناش العجينه. كنبقاو بحال هكا. صافي، ها هو من بعد ما غربلناه مزيان غندير واحد الحفيره بحال هكا وغادي نزيدو الزبدة والزيت والمزهر اللي خلطنا معاه الزعفران. تزيدوا المدافي باش كنجمع لينا العجينه. كنزيدو غير بشويه بشويه باش يتجمع باش ما نديروش العجينه تكون مرخوفه بزاف. ملي تجمعات العجينه كنبلكوها مزيان. دابا كنقسموها
تنستفوهم فوق من فيلم اليمونتير باش ما تشققش لينا وتنشف. كنغطيوها وكنخليوها ترتاح لمده ديال ربع ساعه. كنطلقوا العجينه، كناخذوا السمك ديال 1 مليمتر تقريبا، من 1 مليمتر حتى 1 اونص. كنحيدوا الزائد ديال العجينه هكا، ما كنعجنوهمش، كنديروا وحده فوق وحده بحال هكا. واخا كنطلقها كبيره وكنقطع بزاف ديال الفائض باش يعطيني، واخا ناخذ غير سطراكم ونحتفظ بالفائض يكون كثير، مهم تجيني مقاده وتسهل عليا في الخدمه. كنديروا 1 2 3 4 5، كنقطعوها 1 2 3 4 5 هي اللي كنفصلو. نعاودو 1 2 3 4 5، كنحيدو. كاين اللي كيدير 6، انا كنفضل 5 كل ما كتحسن عدد فردي. كنديرو 1 وكنديرو الاولى هكا، الثانيه كنهبطوها لتحت، الثالثه الفوق، الرابعه لتحت، والخامسه الفوق. كتولي عندنا 3 الفوق وجوج لتحت. كنجيبو الابهام ديالنا كندخلوه في العجينه بحال هكا، كنديرو الثاني غير شويه غير حده جوج الاولانيين، وكندخلو الطرف الاولاني والطرف الثاني للداخل وكندفعوه وكنقرصوها هكا شويه. نعاودوها، كنهزو الاولى ونحطو الثانيه، نهزو الثالثه، نحطو الرابعه، ونهزو الخامسه. كيوليو عندنا 3 الفوق وجوج لتحت. كناخذو الابهام وكندخلوه في العجينه بحال هكا، وكنديرو الثانيه على الثانيه بحال هكا هي جوج، وكناخذو الصبع ديالنا كنبركو على الطرف الاول ونديرو على الطرف الثاني بحال هكا، وندخلوها لداخل تعطينا الشكل ديال الورده، ونبركو عليها غير شويه هكا. كنديروها تقنه، ما خاصش الزيت تكون سخونه بزاف باش ماشي تطيب من برا وتبقى من الداخل معجنه. كنقطروها من الزيت مزيان، كنديروها في العسل. وكنضغطو عليها بحال هكا وكنغرقوها فيه باش يشرب. ملي كدوز واحد 5 ديال الدقائق كنحيدوه هكا من العسل وكنديروه في شي صفايه باش يحيد الفائض ديال العسل. ما حد العسل باقي سخون كنديرو عليها الجنجلة بحال هكا باش يلصق عليها. وهي الشباكية ديالنا ملي وجدات. النصائح اللي غادي نقدم لكم بالنسبة للشباكية باش تخرج لكم مزيانة، أول حاجة هي خاصنا ضروري نغربلو الطحين والجنجلان واللوز وجميع المكونات الناشفة اللي عندنا. ثاني حاجة هو خص يكون العسل دافي ما بين وبين. ثالث حاجة
خاص الشباكيه ملي نصاوبوها نخليوها حتى كتشمع، عاد كنبداو نقليوها في الزيت ما تكونش حاميه بزاف باش ماشي تطيب لينا من برا وتبقى لينا من الداخل معجنه. وبهكا كنكون ساليت الحلقه ديال اليوم، كنقدمها لكم بالصحه والراحه. ما تنساوش يعجبكم الفيديو ديروا جيم، وباش تتابعوا ديما الجديد ديالي ضغطوا على الحلوه. نشوفكم في الحلقه الماجيه، بسلامه.